بون النكسات المغربية شوفوا مثلا هذا شوفوا مثلا <applause> هذا التويت لعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ميشيل هدايا اللي كان سفير في أوكرانيا هذا كان سفير في أوكرانيا يعرف الوضع جيدا في أوكرانيا يطلب من الرئيس الأمريكي بايدن وش يقول له, يقول له أنه <applause> تخلى على هذا الـ يعني تخلى على مساندتك او شدك العصام الوسط في قضيه الصحراء الغربيه تخلى من هذا المشكله أختيك من هذا الصوق لانه تخلي امريكا هو ينصح السفير الامريكي ينصح الرئيس الامريكي يقول له لانه ما راح تلبح في هذا مساندتك للمخزن المغربي ضد الشعب الصحراوي المحتل لانه تخليك على هذا الطريق سيكسبك أوراق رابحة في موقفك تجاه القضية الأوكرانية حب يقول له أن الدول التي تساند قضية الصحراء الغربية ستصبح يعني ما نقولش متسامحة لكن تضرب النح على ما يحدث في أوكرانيا عكس موقفها الآن اللي هو تقريبا مساند لروسيا هذه نصيحة من السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا الذي يعرف الوضع جيدا في أوكرانيا ويعرف نفس الشيء الوضع في المغرب العربي وخاصة القضية الصحراوية والشعب الصحراوي المحتل المعلومات لدولتها بعض المواقع الفرنسية وأنا سمعتها بصراحة قبل أيام قبل أسابيع لكن الآن شبه أصبح خبر شبه مؤكد وهو زيارة الرئيس الفرنسي الجديد طبعا العهدة الثانية زيارته إلى الجزائر يعني ممكن كأول خرجة ليه كرئيس للعهدة الثانية قد تكون إلى الجزائر إذا صحت هي الزيارة إلى الجزائر أكيدة بدعوة رسمية طبعا من الرئيس عبد المجيد تبون قدم دعوة للرئيس الفرنسي وسينظم زيارة دولة زيارة رسمية إلى الجزائر في قادم الأيام إذا كان الرئيس ماكرون قام بهذه الزيارة إلى الجزائر قبل خمسة جويليا أنا بالنسبة لي عندها قراءات كثيرة وكثيرة جدا ما ننسوش أنه الرئيس الفرنسي الحالي بصراحة تقريبا هو الرئيس الفرنسي الوحيد الذي اعترف بجرائم فرنسا في الجزائر ولمح الى يعني امكانيه الاعتذار الذي يطالب به الجزائريين منذ الاستقلال اذا كان زار الجزائر قبيل 5 جويليه هذا اعتراف ضمني بالمجازر الفرنسيه وبالظلم الفرنسي في حق الجزائريين داخل وخارج الوطن بما فيهم طبعا الشهداء اللي تم اغتيالهم في الاراضي الفرنسيه خاصه المجازر المعروفه التاريخيه اذا زياره الرئيس الفرنسي الى الجزائر لها دلائل ولها قراءات ولها نتائج سنعرفها في وقتها من الناحيه السياسيه والاقتصاديه والامنيه خاصه التوتر الحاصل حاليا مثل ما تكلمت اول امس ما بين الاداره الفرنسيه والاداره المغربيه نتيجة الأعمال العدائية نعم اللي هي أعمال جوسسة جوسسة مغربية فوق التراب الفرنسي الآن المغرب متهم من قبل إسبانيا نعم من قبل رئيس الوزراء الإسباني والحكومة الإسبانية بعض أعضاء الحكومة الإسبانية يتهموا المغرب بالتجسس أو محاولة التجسس عليهم من خلال برنامج بيغاسيوس ونفس الشيء فرنسا تتهم المغرب بزرع عملاء وجواسيس لصالح المخابرات الاسرائيليه وليس حتى المغربيه يعني تستعملهم المغرب لصالح مخابرات العدو الاسرائيلي اذا الوضع اللي راهو تعيش فيه المصالح الامنيه والسياسيه المغربيه وضع لا يحسدون عليه خاصة والتوتر الحاصل داخل المغرب يعني ثورة شعبية منتظرة ستقلب الوضع راسه على أساسه في المغرب بالتزامن مع الغليان الشعبي والتوتر والمشاكل الاقتصادية والأزمة الاقتصادية لدرجة أن المغرب يطلب قرض 350 مليون دولار اللي قادر يطلبها من عند أي رجل أعمال جزائري يقولوا سلف لي 350 سلفانه كون جنين نعطي نعطيه 350 اورو يعني يقدر يستلفها من عند اي رجل اعمال جزائري يسلف له 350 مليون اورو عادي جدا لكن هو راح يطيح بنيف ويستلف من البنك الدولي مشاكل داخليه في المغرب دفعت بالملك واعضاء الاسره نتاعو الى مغادره المغرب والخروج في ظروف غامضه البعض يقول هروب البعض يقول سياحه البعض يقول أه علاج وفي كل الحالات الامر غير طبيعي اذا كان هروب لماذا اذا كان سياحه رب عذر الاقبح من ذنب يعني طحين في السحين الناس ميته بالشر والدنيا واخده وطيح اكثر من يطرح تفوت السياحه واحد مخلي الديون عنده ولاده مش لاقين واش ياكلوا هو راح يفوت سياحه في سويسرا والحدود الفرنسيه السويسريه مش منطقي اذا كان علاج يعني بالفعل ما تتداوله بعض أوساط المعارضة المغربية صحيح أن الملك في وضع صحي خطير وخطير جدا وتدهور وضعه الصحي يدفع نظام المخزن إلى البحث عن خليفة عن بديل ماذا بعد محمد السادس هل هو شقيقه أم ابنه من الآن الصراع على العرش في المغرب راهو اللهنة راهو اللهنة ريحة فحت عشان نقول الكلام هذا باش نقول لهم يا طحاحنا يا مرخص التلهو مشاكلكم جايين تحوسوا تم تعكروا الجو في الجزائر وتعكروا العرس الجزائري وخرج لكم الشنقريحه 200 دوف انتم تهضروا على وهرن خرج لكم 200 دوف قال لكم نوريكم الزنبعوني بعيط عاهل البارح الليل الناس راكدة وهو بيت دايرين عرس في تندوف طاح اكثر من عم. قالك المشوي والدنيا حاله و... المهم السوق كبير